الفضائية على مدينة الرسلان من الطيران الحربي 23/9/2016. قصف من الطيران الحربي على مدينة الرسلان. احنا قاعدين بامان الله، ما شفنا لها الطياره صواريخ كبار نزلت علينا، روحت الدور، طلع المنظر، لا في مقرات، لا في جيش حر، لا في معارضه، ما في حد هون عندنا، كل مدنيه قاعده هون بامان الله. شو ذنبه هذا؟ هذا عمال يبعد على لقمه عيشه، هذا عمال يبعد على 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 ربط الخبز. من اقول له مين الارهابي يا اخي؟ كل الارهابي هذا، هذا الارهابي عمره 10 سنين ارهابي، والثاني اللي طلع عمره 10 سنين عمال يبحث عن مزابل على حق ربط الخبز. خرج عمره 10 سنين هذا، هذا الارهابي، هذا ما هو مسلح، هذا الارهابي، هذا ما هو مسلح، هذا الموتى، هذا يا موتى. الحجار فاتت علينا، الخفاض الطمر ما طمر. عجلنا يا يامو، عجلنا عجلنا يا رب، يا رب تستقبلنا يا رب، يا رب 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 يا يا عثمان. الله معك يا قيد، الله معك يا عثمان. يا يامو يا يامو، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا النبي يا شباب. هنا هنا طاب الله، طاب وضعك ما دراحت يا ملك، وضعك ما دراحت يا ملك، وضعك ما دراحت.